المصلي حينما يصلي يركع، فلما يرجع واقفا يقول سمع الله لمن حمده، كأن الله يذكرك أنني يا عبدي أسمعك، أنا الآن أسمعك. عن عبد الله بن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله تعالى، في عنده مشكلة، قد تكون صحية وقد تكون اجتماعية وقد تكون أسرية وقد تكون في عمله مشكلة وقد تكون كبيرة، قال من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله، يعني الأمر بيدك أنت المتصرف أنت الفعال. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك. ملك قال لابنه اطلب وتمنى، ملك البلاد كلها ملكه، قال له أريد مركبة أحدث مركبة، قال له هي لك، أريد طائرة خاصة، قال له هي لك، أريد قصر، قال له هو لك. الأب مختلف والبلاد كلها ملكه، وهذا ابنه، قال له اجعلني أستاذا في الجامعة، قال له لا هذه تحتاج إلى دراسة، ائتني بدكتوراه ثم أجعلك أستاذ في الجامعة، هذا الطلب متعلق بك. فلذلك النبي من أدبه العالي مع الله قال أسألك موجبات رحمتك، لا تطلب رحمة الله بلا موجبات بلا أسباب، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ولا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. غير الاستخارة، استخارة في اتخاذ قرار، هذه أو تلك، أسافر أو لا أسافر، هون إذا في مشكلة كبيرة في صحتك في عملك في بيتك في أولادك لا سمح الله في عملك، تقول من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ كأن العذاب علاج، فإذا حققت الهدف الذي من أجله خلقت يتوقف العلاج، كلية توقفت عن العمل لا بد من استئصالها، هكذا تقتضي الحكمة ويقتضي العلم وتقتضي الرحمة. قبل أن تستأصل أعيد التصوير فإذا بها تعمل، هل تستأصل؟ مستحيل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ذلك لأن الله سخر هذا الكون تسخير تعريف وتكريم، تعريف وتكريم، أي شيء خلقه الله من أجل أن تعرفه من خلاله وهو الهدف الأكبر ومن أجل أن تنتفع به، فرد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر، فحينما تؤمن وتشكر حققت الهدف من وجودك، عندئذ
يتوقف العلاج. إذن الشكر جزء من وجودك، الله عز وجل منحك نعمة الوجود ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. ما هو الشكر؟ أيها الإخوة، لمجرد أن تعلم أن ما أنت فيه من نعم هي من الله، من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. في مطلع الفاتحة الحمد لله، الكافر يعيش النعم لكن لا يرى المنعم. الكافر يأكل ويشرب ويستمتع ويتنزه، النعم محيطة به من كل جانب لكنه لا يعزوها إلى الله. فالمشكلة ليست في إثبات النعم أو نفيها، النعم قائمة ثابتة في ضمير كل مخلوق، لكن المؤمن عزاها إلى الله، المؤمن اخترقها إلى المنعم، المؤمن تجاوزها إلى المنعم. الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنعم. فلذلك بالفاتحة الحمد لله، امتنانك ينبغي أن يكون لله عز وجل. فالشكر أولى مراتبه أنه ينبغي أن تعزي النعمة إلى الله، ما أنت فيه من صحة، ما أنت فيه من عقل، ما أنت فيه من أهل، ما أنت فيه من قدرات، من طاقات، من حكمة، هذه كلها من الله عز وجل. المستوى الأرقى أن يمتلئ القلب امتناناً. يتضح هذا أحياناً حينما تعطي إنسان شيء ثمين، تعطيه بيت، كلما التقى بك تجده في غاية الحب لك والتعبير عن امتنانه وشكره. المستوى الأول مستوى عقلي، يعني هذا المنخفض الجوي من الله، هذه الأمطار الغزيرة من الله، هذه الصحة من الله، سلامة الأجهزة من الله. المستوى الأرقى أن يمتلئ القلب امتناناً وشكراً لله عز وجل. فالمؤمن دائماً وأبداً يلهج بذكر الله، إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني، إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني. المستوى الأرقى اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور، أن ترد على نعم الله الغامرة بخدمة عباده. اعملوا آل داود شكراً، فينقلب الشكر من معرفة إلى امتنان إلى عمل. الآن هذا تمهيد لموضوع دقيق، المصلي حينما يصلي يركع، فلما يرجع واقفا يقول سمع الله لمن حمده، كأن الله يذكرك أنني يا عبدي أسمعك، أنا الآن أسمعك. وقد قيل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك وهو معكم أينما كنتم بعلمه. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد أن يرفع من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. ثم يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا التوحيد، إذا منح الله عبداً شيئاً ليس في الكون كله قوة تحول بينه وبين العطاء، وإذا منع الله العبد شيئاً ليس في الكون كله
جهة يمكن أن تمنح العبد شيئا. مرة كنت عند طبيب قلب فجاءه اتصال ويبدو أن صوت الهاتف عال جدا، فسمعت الكلام، قال له أي مكان في العالم وأي مبلغ؟ قال له والله ما في أمل. الورم وصل لدرجة خامسة، انتقل إلى كل أجزاء البطن. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أنت حينما تعتقد أن الأمر بيد الله تتجه إليه، أما حينما تعتقد أن الأمر بيد زيد أو عبيد تتجه لزيد أو عبيد، وهذا هو الشرك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو العقل، الجد هو الحظ، الجد هي الدنيا. لو أن الإنسان أوتي دنيا عريضة هل تحجزه عن عذاب الله؟ لا. قد يكون الإنسان في أعلى مكان مالياً أو إدارياً أو علمياً ولم يكن عابداً لله عز وجل، فربما خسر كل شيء في ثانية واحدة، يأتيه الموت يخسر كل شيء وتبقى أمامه جهنم. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفعك مع الله مالك يتلفه الله في ثانية واحدة. حدثني أخ رجل أكبر غني في بعض البلاد الإسلامية، كل أمواله أبنية، هو من تجار البناء، فيبني أبنية بأعلى مستوى في أجمل مناطق هذا البلد. جاء زلزال لم يدع له شيئا، يعني كل أبنيته مركزة في منطقة كلها هدمت. صور في الأخبار في خيمة ويقدم صحنا فارغا ليسكب له فيه بعض الطعام. قال لي قصة لا تصدق، يعني من أكبر الأغنياء لم يبق معه شيء. فالله عز وجل إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفعك مع الله ذكاؤك، لأن الله عز وجل يأتي الحذر من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه. لا ينفعك مع الله منصبك، لأن الله عز وجل يأتي كل عبيده من مكان أمنهم. يعني إنسان أحيانا يحيط نفسه بسلسلة من الحراس لا تنتهي، إذا جاء أجله يخترق ملك الموت كل هؤلاء الحراس ويصل إليه. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجار والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا دعاء عقب القيام من الركوع. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء تذكره بعد قولك سمع الله لمن حمده، صار مناجاة. إنسان قد يأتيه الخير من إنسان، يكفي أن يتصل به اتصالا هاتفيا، أنا شاكر جدا لهذه الهدية، أنا ممتن لهذا الموقف، أنا أكن لك كل حب وتقدير لما فعلت معي. الحد الأدنى من الشكر أن تعبر عن امتنانك. في السجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو
اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني في حالة واحدة لا مثيل لها، أنه جهة تخاف منها كثيرا والملاذ إليها، تخاف منها وتؤوي إليها، تستعيذ بها من عقابها، فالله وحده له عقاب، إن كنت في رضاه جاءك الثواب، أعوذ بك منك، تستعيذ بالله من عقابه، وبرضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، وبه منه، وأنا بك وإليك، ليس إلا الله، تخاف منه فتؤوي إليه، تخاف عقابه فتؤوي إلى رحمته، تخاف من سخطه فتؤوي إلى رضاه، تخاف من بلائه فتؤوي إلى عافيته. أعوذ بك منك. مما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء دعاء الاستخارة، فعن جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، طبعا تستخير في أمر مباح، لا يستخار لا بالفرائض ولا بالمحرمات، تستخير في أمر مباح، جاءك عرض كي تسافر وعمل في منطقة، يا ترى أبقى في بلدي أم أسافر؟ خطبت، وقع اختيارك على إنساني، أتزوجها أم أنسحب؟ الأمور المباحة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. يعني أنت بالاستخارة تستعين بعلم الله وتستعين بقدرته. أيام إنسان يستعين بمحامي، لك هذا من ألمع المحامين، مستوعب القوانين كلها، وله مكانة كبيرة في قصر العدل، والقضاة يحترمونه. تستعين بعلم محامي، أو تستعين بعلم طبيب، أو تستعين إذا في تشقق بالبناء بعلم مهندس، لكنك في الاستخارة تستعين بعلم الله وتستقدر بقدرته، العلم المطلق والقدرة المطلقة. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. يعني أنت استعنت بعلم الله وبقدرته، فيا رب هذا الأمر أنا لا أعلم، تعلم أنت ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، إن كان في هذا الأمر صلاح لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، يعني في ديني ودنياي وآخرتي، فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر لا ينفعني لا في ديني ولا في دنياي ولا في عاقبة أمري، بل يؤذيني، فاصرفه عني واصرفني عنه. لو أن الله صرفه عنك ولا زلت متعلقا به، مشكلة، مشكلة كبيرة، صرفه عنك وأنت متعلق به، قال: اصرفه عني واصرفني عنه نفسيا، واقدر لي الخير حيث تشاء. أيها الإخوة، دعاء الاستخارة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس ابتدعوا أن تستخير امرأة لأخرى وشيخ لمريد، وهذا لا أصل له في الشريعة، ليس بينك وبين الله حجاب، استخر أنت. الآن جواب الاستخارة ليس أن ترى مناماً
ولا أن تفتح المصحف عشوائيا فالآية ترشدك إلى القبول أو عدم القبول، هذا أيضا من البدع. جواب الاستخارة أن ييسر الله لك هذا الأمر، إن يسره لك فقد أراد الله بك خيرا، وإن عسره أراد بك خيرا أيضا، فأنت بعد أن تستخير تستسلم. الدقة أنه يجب أن يكون هذا الأمر فيه خير في ديني ودنياي وعاقبة أمر. إنسان له دخل محدود، في عنده مشكلة، وجد عمل بدخل أكبر بكثير، لكن اختلاط ونساء فاسيات عاريات ومال إليهم، ثم خرق استقامته، ثم بدأ يقيم علاقات غير مرضي عنها، عندئذ جاءته المصيبة في دينه. دنيا جيدة جاءته في دينه، وسيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا: الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها.